جواد مراد، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير جواد، شلونك؟ يلا كل عام بخير. وانت بخير. ضد اغراض السنه الماضيه ما راح اشوفك لحد سنه الاخت الاحد. كثير. لا لا الاحد صح. الاحد يوم 31. صحيح، 31 يوم. 31 بالضبط. اي انا قلت اليوم لك اخر اسبوع. اي طبعا، يعني طبعا كل افراح واعياد الله يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. اكيد. قلت اليوم الفقره مميزه وسويناها هذيك السنه تقريبا بنفس التاريخ، وهو احنا على مدى سنه تناولنا كثير من المواضيع واخذناها بطريقه كوميديه على مبدا شر البريه ما يضحك. اليوم حنسوي هيك اعاده او تشيك اب لبعض بصراحه، لانه كثار جدا، ونختار كم رسمه ونعيد فتح ملفات هذه الرسمه وهذه طبعا المواضيع. يمكن مو كلها ابداعاتك يا جواد. بدك 7 ايام لنخلص. انا ما كنت موجوده هنا انا. قبل وجودك تقريبا كم حلقه؟ الله يدري. على مدار السنه. شنو رايك اني اختار فتشي؟ انت كنت وياه موجوده فشايفه كلهم، خليني اني اول شيء اختار. بصراحه وحده احلى من الثانية. وكان يفترض انه نسوي ركن خاص لرسمات. يلا على السنه الجديده لازم. اي والله، بس نختار فت حايط فارغ او يعني مكان هيك، حاول انه نستعرض. ان شاء الله عليك. شوفوا شنو طلع لي. الانتخابات قربت. هو صدق قربت. ها طبعا. عن فخر كانت عن شنو كان هذا الموضوع؟ وكيف تلاقي اللي كان الفترة الماضية أحزاب دينية ويقعد بده يجبرنا على قناعات وأفكاره. تمام، هلأ بأسئلة تختار. حطيتها بعيدة عني. انتقلوا صفوف ثانية وبلشوا يغيروا الأقنعة يعني. فهي أنه هذا مرشح للانتخابات عم يجرب شو بده يختار. لا الوجه اللي يختار يطلع بيه صح؟ لا، عنده المصاري، عنده الدقن، يعني عنده المهرج، عنده الطبال، عنده حتى يعني مكياج. لكل مكان قناع، وين ما يروح يتقنع بقناع. وللاسف هذا هو واقعنا. وان شاء الله يا ربي بهالانتخابات القادمه ما يكون اكو ناس عندها اكثر من وجه. لازم يكون اذا ما في هذا الشيء. ما تضل اسمها انتخابات طبعا. انا هذه مدى اتذكرها الرسمه. هاي جديده قبل كم تاخذها بس خل تاخذها الكاميرا. صار شهر ما بذكر بالضبط امتى يعني. على ما يبدو اني ما كنت موجوده. ايه كان فتره غياب. ايه خيانه. طيب منو هاي عن القراءه كان الاخت الدماغ عم يلعب. هذا الدماغ يعني تمارين اللياقه اللي بتبني عضلات. فهو الاسقال تبع الكتابين. تمام، لانه يعني في النهاية كل شيء بالإنسان مثل العضلات. فوائد القراءة هذا طبعاً يعني إذا الدماغ ما أرام ما بيكبر وما طبعاً ما بينمو يعني. حنطيكم أنا جزء. ليش ما أنت تختار؟ لا خلاص أنت بكيفك. لا إحنا نختار. ما عندك رسمة أنت حبيتها كلش؟ هلا شك. هل مثلاً حتى هاي الرسمة أنا هاي مثلاً الفساد. الفساد والإرهاب. ما دام أنت تحبها خلي أختار أنا. يعني ربط الفساد. شفتي لما يكون في السياره بتخلص بطاريتها؟ اي فبيجيبوا تشطل. تشطل نقول تشطل. فالارهاب دائما مخزونه هو الفساد يعني. زين شنو كان هذا موضوع الحلقه؟ عن شنو يعني؟ عن ربط الفساد بالارهاب. ما صعب تتذكري اسم الحلقه يعني، ولكن الرسمه بتذكرك بالموضوع بشكل عام. حلو. انه كيف الفساد هو الداعم الاساسي للارهاب. للارهاب صح، اكو ربط بيناتهم. هذا هو الربط. فهو طبعا لانه كانوا بطاريات ناس تتغذى على ناس بياخذوا الفساد وكذا. اها شوف هذه اليوم انا افتتحت البرنامج من حرقة قلبي بالحديث عن السلاح. لانه يمكن وصلك طبعا عدد الضحايا بمناسبه فوز المنتخب العراقي على قطر. وكم طفل فاز انقتل وتعوق وانصاب. للاسف كل سنه بيكون في هالقصه هي نتيجه فلتان السلاح. هي شغله كثير مؤذيه وما بعرف امتى رح نوصل لوعي ذاتي انه ما حدا يعني كل ما ينبسط او كل ما يزعل وقت حنستحي على نفسنا ونبطل نحتفل بهالطريقه. فهي كانت انه جايب حاويه لوازم العراضه بمناسبه طهور ابني. مناسبه بسيطه حفل يعني. طبعا يعمل حفله لطهور ابنه.
طبعا مو بس اطفال انصابت ولكن رزق عالم راح بسوق جواد. انت مزاير بغداد، سوق بغداد الجديده يعني سوق ان شاء الله يعني، بس يمكن تنقهر بين الماضي والحاضر يعني. اكيد اكو ناس راسمه ببالها صوره ببغداد اكو تغيرات يعني، بالثمانينات كانت احلى من هسه. السوق واقع عليه وحده من الالعاب الناريه، بس اكو العاب ناريه الدمرة. يعني الدمر غزاف هاون اصابع صح. ديناميت العاب ناريه واقع على السوق وبي ملابس وبي رزق العالم كله، لانه بالليل يعني بعد ما غابت الشمس مغرب فالناس مسكر محل محل رايح البيت مأمن على المخزن، واقعه بي بطريقه او باخرى احترق و23 طفل مصاب ومنهم يمكن ستة او سبعة توفوا. والله يعني جيرانك يعني دا يعبر عن صارت حزن مو فرحة، الفرحة نقلبت مجزرة يعني صح. للأسف للأسف زين شو هذا يا هي حاسس بفراغ عاطفي يجي بالرابعة يريد اتصور هذه رسمناها مواكبة مع قرار طبعا الزواج تعدد الزوجات بس شوف بالبداية يعني شكلها شلون كان، الثانية شو تصير؟ فهو بحب ينوع، هو بحب ينوع يعني يصير تطورات قصدك حتى ابصر هلا الرابعة وين شو راح تكون لابسة يعني الله مسترنا. طيب احنا حتى احنا راح ننتظر ترسم الرابعة بعد لا شوف حتى نخوف الرجال من تعدد الزوجات فهذا ما تفعل الزوجة سويها هيك بالطول هيك هيك هي هي نحن عم نحكي كنا عم نحكي عن زوجة متطلبة في ما صدمة بخشي راسها تبعني او كذا الزوج والزوجة فيا جماعة وحدة تكفيكم فإذا اثنين فما بالك شو راح يصير فيك جهد هاي الصورة أنا هذه هي شارحة نفسها يعني بصراحة بس ما نقدر نكون ظالمين يعني مو كل الزوجات بهال حددنا أسيل نحن حددنا زوجة متطلبة يعني أخذناها نوفل ولا أخذناها بلا أخذناها إيه زوجة متطلبة هي يعني هي الزوجات اللي ما بيكفوا عن طلباتهم على بس مو كل الزوجات هيك يعني انا كاتب الزوجه انا كاتب الزوجه المتطلبه انت ايه صح زوجه متطلبه ايه هو مش كل الزلم بيفكروا يجيبوا اربع نساء والله والله هي الغالبيه العظمى ولكن ايه الاغلبيه اي مع الوعي بيزيد يعني جاد هاي اني اول حلقه من سنت وياك اتذكر هاي الصوره وين هي؟ لازم تكون تاريخيه هاي كانت انه زين ما تتذكرها اذا في مركز ايواء في خبر تقرير عن مركز ايواء كان في سجن مركز ايواء للرجال اي المعنفين يعني الرجال اللي بتعرضوا للعنف العنف اي مركز ايواء للرجال في امريكا نقول اي العنف ضد الرجال العنف ضد الرجال هي انه يبدو انه في العائله السعيده عاده هاي الصورة عندي ذكريات وياها فخليها على صفحة هسه تقول لك حاخذها هاي هاي هنا اوكي طيب احنا اكيد يعني لا زال عندنا كثير من الصور ومن المواضيع اللي حنرجع نفتحها من خلال الرسمات ولكن حنطلع فاصل اعلاني ونرجع اكيد انتظرونا رجعناكم مشاهدينا ومكملين بوجود جواد والمواضيع الشيقة. أنا اختاريت هذه بما أنه هي بصراحة من المواضيع اللي تهم الأسرة العراقية تهم نسائنا اللي قاعدين هسه يحضرونا ويتفرجون اي عن خلي تاخذها الرجل خارج البيت ورجل داخل شكل وداخل البيت غير شكل انه برات البيت لاي حرك ونشيط وبيحكي وبيمزح اذاعه ايه فلما بيجي برجع البيت تلاقي صار صنم ليش والله هلا هي القصه لها علاقه بالمواضيع داخل البيت اختيار المراه للمواضيع نفس يعني الانسجام ايه التكافؤ حتى المراه اللي ايه طبعا اللي ما عندها مثلا هي لحالها بالبيت لا شغل ولا عمل اجباري حيكون في
ركود بالمواضيع، فبالتالي التفاعل بيكون اقل، بس يجي تستلمه وهكذا يعني. وين كنت وين صرت ويا من اكلت ليش طلعت؟ بس على فكره احنا يعني كثير يعني من رجالنا هم هيك يعني برا البيت يحسدوها عليه اجتماعي ويسولف ويضحك ويدلع البنات ويغازي البنات كلهم موظفات الوياما ولا اروع حاسديها هنيالها. هو يفوت البيت يلبس قناع التمثال سي سيد اي ويقعد. احتمال اللي بالبيت يعني كمان اي صح انه هو ممكن إن هو ممكن احيانا المرأة تكون يعني تقديم التنازلات من قبل الطرفين حتى يقربون وجهات النظر طالما قرروا يعيشون مع بعض. مفاوضات انا اقول طالما قرروا يعيشون مع بعض لازم يعيشون بشكل طبعا صح. يعني هذا التعذيب النفسي والتعذيب اذا كان حتى اكو اطفال على فكره اكو يعني عندها ثلاثه واربعه بالبيت بس تعلموا من يجي تسولف وياه حقها طبيعي يعني طبعا مو يضرب لها القناع الكونكريت ويقعد على ابو تعبان كل سوال في خلصتها برا وانا بشغل وانت ما تقدرين ظروفي. هو بصراحه اكو جانب اخر همينه اكو نساء ما تفهم ازواجهم يعني المواضيع اللي هي تطرحها هو يعني ما له علاقه بيها بتخالتي هيك سوت واختي هيك اشتغلت وشي سوي لك يعني وكذا وما يعني فلانه طبخت هالشكل خابرتها قالت لي طابخه هالشكل و و و و هذا يعني هذا صدق يعني انسطر هو صدق ما يعني هنا هذا صدق ما يعرف شو يجاوبها. احلى شيء بالحلقه انه انت انا ما عاد احكي اليوم عن الرسمات يعني انا اخذ اجازه اليوم مواضيع بصراحه مواضيعك يعني يعني هذا الرسم يرتبط الاحوادث اللي صارت ويا البارحه يعني كل مره بيكون في مناسبه سواء كان عيد عرس حفله تخرج كذا فوز المنتخب فوز طبعا ها برشلونه وريال مدريد بيروح في ذبائح عراق وقطر هذا بس شاشي الصيف فالفكره انه كيف انه مثل خط انتاج في مثلا ناس فرحانه ومبسوطه واكو ناس حزينه لا هي يعني عم بتعمل المفرقه عاد اذا عم تشوفي مثلا بتعمل النفق اللي عم يطلع من تحت الجهاز المفرقعات هاي والالعاب الناري عم يتحول لمقتول وحزن ويعني تبكي تغيير الحاله تمام يعني تلاقي بدل مثل ما صار البارحه طبعا ما يصير كل يوم اسير يعني طبعا كل مناطق اللي يعني فيها السلاح داشر بهالطريقه هي واللي عم يستعمل سلاح ناس غير مسؤوله بيطلع احنا بالاعياد حتى بالاعياد هيك قانون من الدوله يمكن هاي الرسمه كانت بمناسبه اذا ما خاب ظني كانت انه في صبيه بالاردن توفت لانه في واحد عم رشح حاله يعني انا رشح حاله للبرلمان عم يطلقوا الرصاص وصبيه يعني راحت بضحيه طيب هذه انا يعني اعرف انت من الاشياء اللي يعني تستفزك تستفزنا كلنا بس انت شويه يعني تدخين داخل اماكن مغلقه واذا كان في حدا ثاني مو غير مدخن يعني فوقتها كان في انت بعدك ترك اللي يعرفه تارك تدخين تخفيف ما شاء بس الله بس حتى انا بلا حسد جواد انت قلت هاي تركت هسه صار تخفيف من اول يعني انه عم بفلت على الاكل أي. لا مو مع بيده بس عم بفلت على الاكل بطريقه مو طبيعيه تمام فمشان حد هاي بدي اجباري بدي وقت لا اخلص من العب رياضه بسمي. عم بلعب رياضه لا تطلع حجه والله لان دا اكل الاكل صحه وعافيه عم بلعب رياضه اكثر من المدرب تبعي صرت ايه حلو لا والله عاشت ايدك جاد انا هاي الصوره ما فهمت شنو هاي كانت عن مواد كيميائيه الهرمونات اللي عم يستعملها بالاكل تمام معدلات الوراثه هاي معدله وراثيه ياكل الخيار تلاقي يطلع بحس ريحه زنخ بالخيار صح او البندوره هاي بالخضروات او لما بجيب مثلا فروج كذا الزنخه ما بتخلص منها فهي انه هي عم تقلب البيض وحاطه القناع تبع الكيماوي جواد هسه احنا كل الاشياء اللي بدنا نستخدمها هيك الدجاج يحطوا له ما اعرف هرمون شنو دجاج عمره يومين تلاقي عروس ما شاء الله والله يحطوا له دهن باسبوعين يصير دجاجه الكتكوت في ناس شوفي ايه هو اذا تذكريها انت رحت ضحيه فيلم اشاعات خربت بيتنا الاشاعات يعني كانت كمان عن إذا بتذكري وقتها كان في إشاعة على إحدى أنا شفت على يعني على وسائل التواصل الاجتماعي
انه في حدا مقتول وكذا وصوره وتشوف التلفزيونات وتقارير او خيام عزا على الفيسبوك طلعت اخر شيء كانت ممثله عراقيه او مذيعه ايه او هيك ايه شيء والله ما عاد اذكر اسمها انت استنتيها بعدين على بكم بوست صح؟ ايه يعني ما بصير واحد يلعب مشاريع سوت حركه يعني وعلى اساس مقتوله بالبيت وما اعرف ايش حتى تشتهر ايه والناس تفاعلت وحسبي الله وليش وخطيه واخر شيء صارت تريد تنتشر هاي اللي ام كانت مخطوبه على اساس؟ والله شوفي انا يعني هي مو بالعند ما اذكر اسمها حتى لا تاخذ اللي هي تريده فهيك هذا يعني هي مثال واحد عن عشرات الامثله سيل يعني هاي سوى ضجه واشتهرت كان في هذا المطرب اللبناني نسيت اسمه شو غني؟ بغني لو الا رامي عياش رامي عياش رامي عياش لا كنا صغار ورامي عياش رامي عياش يعني كنا رامي عياش عنده اغاني قديمه اعرفه ولا لا إيه لا 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 كنا 97 لما طلعوا كمان لا غني لها هي راغب علامه بغني لها الا لا انا متذكرها منيح ما كنا مراهقين وقتها ما اصلا هو كمان صغير يعني من جيلنا بتخيل رامي عياش عنده من الشباك برميلك إيه لا 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 وين رامي عياش عنده من الشباك لا معها هي هاي تراث اصلا هو غناه من بدايه بداياته غناه كثير ناس غناه بداياته كانت اول ما طلع فالناس نحن حبيناه كثير انه صبي صغير من عمرنا وكذا فجاه بعدين بتعرف بيطلع غنيه بعدين بتوقف الاغاني شوي طلعت اشاعه انه المريض بالسرطان راح يموت ايه من احنا كلياتنا يعني صح طلعت الاشاعه عمل لك مو في جيل كامل من المراهقين انه صرنا تاثرت بهذا الشيء صرنا نسمعه لانه بده الله يطول بعمره طبعا الله يطول بعمره كل فهي الاشاعه هي كثير احيانا تكون تاثر طبعاً. عندك اشاعات على صعيد التجاري على صعيد السياسي كثير في ناس تشتغل على الاشاعه بس مشان يكسبوا انتخابات وكذا وهو للاسف يعني الانتشار عن طريق الاشاعه يعني حتى لو كان سلبي يعني حتى انت حتنقد الشخص بس اسما انطبع بذاكرتك القنوات مثلا من يومين ثلاثه عم يحكوا عن مجموعه بشريه معينه قتلت ناس من مجموعه بشريه معينه ما رح اذكر جهتين في قناتين اخبارات كبار تناول الخبر طلعت اخر شيء اشاعه ولا ما في من الصحه طب اللي شاف واللي ما شاف تكذيب الخبر شو ضل؟ كثرة الكذب بتصير تضيع الحقيقه كثير هم اللي يريدوه نسب مشاهده عاليه خلص ما يهمهم انت تصدق ما تصدق سلبي ايجابي خلص هاي هي جات هاي الصوره هاي تذكر ان الفقير دائما حتى انه يشيل الشمسيه يعني المطر انه يجيب لي المطر صح؟ هاي مثلا من يعني من رسمات اللي صعبه تحكي عنها كلش انه تعبير يعني انه انت بس بدك تشوف تفهمي انه الوضع الفقير هو منه فيه بتجي مصايب هو اللي ياكلها بكل شيء ايه طبعا صح. هو اللي بكل شيء رغم انه شوف يا سيدي من يمطر الى الله والمسكين الله ما ينسى عباده وكذا ولكن كمتطلبات الحياه هو فرحان عنده شمسيه حتى الشمسيه انه بده ينزل عليه المطر اي صح هاي الرسمات الحلوه بعدنا بالفقير ها؟ بتروح تشوفوها كلها انت احنا متونسين وسعيدين جدا في البدايه قلنا 10 صور كنت لازم انا اجي عدينا العشره يا شباب كنت لازم انت بتجيب لنا الباقي طبعا اكو بقدها بعد مرتين يعني موجوده ثانية شوف واحد اثنين ثلاثه نشوف هذه نشوف اذا تعبت نشوف بس هذه بما انه بدنا نحكي على الفقير فبعد الفقير هو محورنا هاي عن عيد الاضحى كان انه انت شفتوا كان مثلا الخواريف بتغلى مشان تغلى ومحل اي حتى لحد يضحي فاختراب عيد بس الغني اي فالخروف عم يحيي الغلاء لانه هو يحيي الغلاء لانه هو اللي ضل في واحد على ايام المشاكل تبع التقصير الحكومي يا سيل في واحد جاب دجاجه مسكها من الشارع فانه اطبخينا الدجاجه ما في غاز طيب على الصوبيت لما ما في مازوت كمان على الكهرباء مقطوع الكهرباء عم فلت يعني ما عاد في مجال خلص نصيبك اليوم فالدجاج طلعت صارت تحيه الحكومه يحيى شو هذاني راح اختار رسمه عشوائيه تكون الختام هل طلع واحده ايوه يلا ما اعرف خلي اشوف يا نصيب السحبه هاي ايه عن الختايره شنو طلع؟ ما اعرف عن ال ما اعرف شنو الموضوع بس كنا عم نحكي وقتها عن انه كيف الـ دائما بيطلع لك الختاير بالحكومات انه بدنا نعطي الفرص للجيل الشاب الى اخره بينما هو حقيقه متمسك بكل شيء السلطات
نفس اللي يصير حاليا حتى احنا فانه بلا يعني اذا بنشوفها مره ثانيه بلا دماء شابه بلا بطيخ انه هو فرص وامتيازات بتضل للاختيار هاي. عاشت ايدك جواد تسلم ايدك على جبت طقم جرافيا اسيل يعني لما هالثياب الشغل جيت مره ثانيه اليوم هيك يعني انت بس اليوم ضيف لا اليوم مقدم كالعاده ننتظر ابداعات اكثر منك ما راح يعني اليوم نحكي حكي اخر سنه يوم الاحد رامي بلكي من احد معكم زين جواد بما انه هو لا اكيد جوز عنده فد شيء مناسب هلا في عندي رسمه كنت محضره من الحلقه الماضيه عن راس السنه يلا بدي تكون نصيبنا نرسمها زين خليني اسال بما انه هو قاعد هنا جواد انت شنو اكثر شيء حبيته خلال سنه 2017؟ يا ستين هلا اهم شيء انه بلشت اتعلم برنامج اللي عم اشتغل عليه يعني بلشت مشروع تطور على الصعيد المهني وما هالسنة تعلمت سباحة السنة الماضية ما بتذكر لا هاي السنة السنة الماضية كان تعلمت سباحة هلا طورت فيها أكثر يعني حلو وإن شاء الله رجعت للرياضة شوي ما تغرق لا غرقت خلص لا لا ما راح بيغرق أفكار صطيت مرات عم بغرق والله يعني بعت لي حدا ينقذني والله جواد انت من تفوت تاخذ العده ترى عادي مو عيب هاي البنال اكيد شواب الشغلات هذول الامين جواد انا من تعلمت السباحه بالبدايه يعني شلون غرقت انه قلت خلص طبيعي من طلعت من المي قلت يا ربي حياتي ايش قد حلوه يعني من طلعتني المدربه من طلعتني قلت الحياه كلش حلوه مستحيل ثاني مره ادخل المي يعني جواد حسيت بحالي خلص هاي هي انا مدين لحدا ما بعرفهم اول ساعدني طلعت اخر مره تشنجت من المسبح انا ما كانت تصدق بي اقول لها دا اختنق ما تصدق المشكله كان هنا جواد عاشت ايدك مخططاتك شنو ل 2018 حاط حالي ببالك خلينا نكون سريع اللي نقدر نعلن عنها حتى ندعي لك يعني يا ربي ان شاء الله ادعي لي بقلبك و ماشي المخططات اللي سويتها السنه الماضيه في ثلاث ارباع ما تم تنفيذها اه يعني استعدي انه تقدر قضاء حوائجكم بالكتمان لا تخافي يعني تنح شوي شوي لازم تعلم البايسكل ترى يعني اها والله اها مشروع عيب حلو هات عيب يعني شو يعني انه اني اعرف هي مو تعرف تجبرني نزلكم من البيت على طول لازم اي لازم تتعلم البايسكل انت تعرفين عن بايسكل ايفا شوف يعني اكو شغلات بس الماطور ما اعرف الرجال ما يعرفوها الماطور يعني كلش حلو ها لا مشروعك القادم لازم تتعلم على البايسكل تربي قطه اوه اسيل لا ترجعي لقلبي الله يوفقك شوي شوي تعلمت اتصور انه يعني قطتنا حامل فاذا هاي حتى سلاله عريقه جدا توزعين اني وجواد وشوف منو يرث سلاله عريقه جدا يعني تعرف فكرت اجيبهم واسوي لهم يعني حلقه عن تربيه القطط حتى اني ما تجيب لوسي فوائدهم والاشاعات حول الامراض اللي ممكن تنشرها القطه لان سويت سيرش يعني شبه بحث الجيران يجيب لك امراض اكثر من البسه يعني ما حدا البسه الكتحل يقول لي بسه البسه ايه لا انت بعدك ما يعني ما شايفهم اذا تشوفهم كل يوم تزورنا بالبيت كل يوم خاصه يعني كثير بحب البسس يعني وكثير متمنى يكون عندي كلب ربي يعني اجيب لوسي وهي تجيب البسته مالتها تعرفين انا ليش سالتها جواد من صغير متعلق بالقطط وكان حلو ربي قطط يعني لسنوات حلو بعد ما انتقلنا هيك صار صعب واحد فيخاف يتعلق بها يعني يخاف انه يربيها ليش ما حلو جواد التعلق يعني بالحيوانات يعني خاف هي تتعلق فيكي انت بتاكلي همها بعدين انه شو بيصير فيها اي صح والله عندي لانه واحده هيك هي قصه سؤال نصيحة على الباسكل شلون تتعلم خليه يرجع اقول لك امشي من يم الحياة والزم الحياة والله تجربة سابقة يعني علمك الطريق مسوي سويها تلزم الحياة تعيش تلزم الحياة انت من علمت؟ والله اني ابوي قال لي هيك تتعلمي انا ما حد علمني وحدي شلون اني على الحياة الزم الحياة الرابع ابتدائي مو اني يعني كلش حركة من صغيرة يعني ماخذة طبع انه يعني طبع الولد حلو تسلق على الاشجار اصعد فوق الحائط هيك يعني تلقيني 24 ساعة ركبي دم واقعة دم كانت امنيتي انه اشتري بايسكل فامي بايسكل كان عندها ثلاث تايرات هاي كلش كانت سهلة امي كانت تخاف علي كلش يعني كل ما اقولها اريد الهدية مال نجاحي بايسكل تقول لي حبيبتي طلبي اي شيء الا البايسكل انا اخاف عليك فكنا نروح البيت خالتي ابن خالتي الاكبر مني عنده بايسكل حلو فتعرفين قبل العوائل تروح من الصبح ويلتهون الامهات يطبخون وما اعرف شنو هاي الظهريه كلهم ملتهين زين اني اخذ البايسكل
وتايرين واطلع برا اشبع وقعات اشبع. اول ما تعلمت تعلمت امشي قبل ما اعرف الوف فاي عمود اي شيء جيناني فايته بيه اي شيء ساقيه مال سيان شجره اي شغله الى يعني وارجع مدمايه واشبع رزاله وارجع اعيدها مره ثانيه الى ان يعني فاجات امي انه انا اعرف اسوق بايسكل. جبت البايسكل مال جيراننا قلت لها تعالي شوفي اطلعي برا شوفيني شلون اعرف اني اسوق بالبايسكل. بعد ما هاي ورمت يعني اثار الى الان بركبي بسبب مو هيك قتال. فخلصت الخامس ابتدائي اصريت انه يكون عندي بايسكل. فعند وياي قالوا لي لا ماما او طلعت حجه انا صغيره لا لا طلعوا لي حجه ايه هسه بس بعدين هسه ما عندي اشتري لك هاي حجه انا اعرف انه كذا. سنة كاملة أني أجمع سنة كاملة أجمع وآخر شيء حطيتهم أمام أمر الواقع صار عندي فلوس بايسكل. فاشتريت أول بايسكل بفلوسي على أجبيني حلو والله بالخامس ابتدائي. فجدا أحب البايسكل ومتعلقة به. حلو حلو أنا تعلمت على الحائط لا لا على الحائط لا ظلين خايفة لو شوفي راح تبديها من البداية عادي بس بعدين من تنطلقين تحسين نفسك متعلمة ما راح توقعين بس يحتاج لتركيز كلش هوايه. ماشي اوكي. انا جربت اتعلم عليه عن طريق صديقي سامح بيطاف الله يسعده ما كان. بس جمعت عليه الحاره كلياتها متمصه يعني في خوف يا اخي مو كل شيء على كبر صعب. لا لا لا. انا بس اخ ولي انك. لا لا. عنيد بما فيه الكفايه اتعلم اي شيء. سهل سهل هو بس تركيز ما تخاف انه راح توقع. نرجع على القناه بالباسكت. لازم. لازم نقلل من التلوث البيئي. يلا تسلم ايدك يا جواد وسوالفك حلوه دائما وشكرا لتواجدك ويانا وننتظرك يوم الاحد باخر رسمه ب 2017 ان شاء الله. عاشت ايدك جواد نورت صباحنا وكل الهلا بيك. فاصل مخرجنا.